حاجة شخصية، حاجة شخصية بمعنى لعيب الكورة دايما المفروض هو عارف انه معرض لده بنسبة 99%. الجمهور الخصم مش بيبقى طول الماتش بيشجع فرقته بس، بل بالعكس هو بيبقى عاوز يعمل اي حاجة، مثلا يجيب افضل لعيب في الفرقة التانية، عاوز يخرجه عن شغله، يخرجه عن تركيزه عشان ما يبقاش كويس، عشان يخرج برا الماتش. فلما بقى انا لعيب انا عارف ده او بالامكانيات دي، فلازم ان انا ابقى اهدى شوية. نيجي بعد كده رد الفعل بقى. رد الفعل ده بيختلف من شخص لشخص. زي ما انت قلت مثلا عماد متعب قبل الموضوع، لان جمهور الزمالك بيعمل كده ليه مع عماد متعب؟ عشان عارف ان كل ماتش اهلي الزمالك هيجيب جون وهيبقى هو الهداف دايما في ماتشات الاهلي والزمالك، فبيخرجوه بره الماتش. جمهور الاهلي نفس القصة، بيعمل كده مع شيكابالا، عارفين ان اخطر لعيب مثلا في الزمالك. ده شخصيته، اخد الموضوع هدى الدنيا وخلاص، هيشتمون هيعمل هيروح يتخانق مع الجماهير كلها وهدى الدنيا وخلاص. والبناء عليه الناس قبلت الموضوع ده انه خلاص انت يعني احرقتنا، ان هو مش احرقتنا، هو ما خدوش ان انت احرقتنا، مش فارقه معاهم، هم كده كده عاوزين ياخدوا الماتش، بس هم خدوا الموضوع اللي هو ايه، هو مش بيتاثر كده كده، فهنشتمه ليه؟ خلاص فالموضوع نشوف لعيب تاني. انما لما نيجي عند شيكابالا، طالما انت خلاص دخلنا في القصه وكده، لما جمهور الاهلي يشتمه وبعد كده هو يبدا يرد وبعد كده يخرج بره الماتش، فخلاص جمهور الاهلي عارف ان ده بيجيب نتيجه، فكل ماتش هيعمل كده، هيعمل معاه كده لانه عارف انه هيخرج بره الماتش. اللي انا بقوله ده مش معناه اللي انا موافق على اللي الجمهور بيعمله او اللي انا ضد اللي اللعيب بيعمله. لسبب ايه السبب اللي انا مش ضد اللعيب بيعمله؟ لان كل واحد ليه رد فعل. هو رد فعله قبله كده، في واحد تاني رد فعله لا، مين بقى بدأ مين ما بدأش، فدي قصة كلنا عارفينها. يعني ان الجمهور دايما بيحاول يستفز لعيبة الخصم عشان يخرج برا الشرم، في ناس بتاخد الموضوع ده بتنيمه، وفي ناس بتقابل الموضوع ده فعلا تخرج برا تركيزها، فخلاص الجمهور عارف المفتاح فين، فده كل واحد حسب تفكيره.